أول رد من نقابة المهن التمثيلية على أزمة فيلم أصحاب ولا عز ونجوم يدعمون منى زكي. نقابة المهن التمثيلية تعلن موقفها من منى زكي وفيلم أصحاب ولا عز. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو متعاطف مع منى زكي ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع منى زكي. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. أول رد من نقابة المهن التمثيلية على أزمة فيلم أصحاب العزة ونجوم الفن يدعمون منى زكي. نقابة المهن التمثيلية دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة وأن تدق نقوص الخطر على ظواهر كثيرة قد تتسرب للمجتمع. لا يزال الجدل حول عرض فيلم أصحاب العزة على منصة نتفليكس مشتعلا، وما زال هو الموضوع الأبرز على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تقدم النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري ببيان عاجل ضد الفيلم، متهما منصة نتفليكس بأنها أنتجت فيلما يوجه رسالة مفادها ضرب القيم والثوابت المجتمعية. وفي آخر التطورات قالت نقابة المهن التمثيلية في مصر الاثنين إنها تابعت بكل دقة كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض الآراء من شخصية سياسية حول العمل الفني فيلم أصحاب العزة الذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية منى زكي عضو النقابة. وأضافت النقابة في بيان أنها تؤكد ثوابت أساسية أهمها: أولا الحفاظ على حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية كجزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين، تحميه النقابة وتدافع عنه. ثانيا أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري أو نيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه. وستقوم النقابة بدعم الفنانة منى زكي حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة. ثالثاً النقابة هي تحرص على القيم الأصلية للمجتمع المصري، تؤكد على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة وأن تدق نقوص الخطر على ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا، ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيراً منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع. وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصاً. واختتم البيان بالقول: تهيب النقابة بالجميع بعدم التعرض للأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض أو يختلف عليه. ولم يتوقف الجدل الذي أثاره الفيلم اللبناني أصحاب العزة الذي يعد أول فيلم عربي من إنتاج نتفليكس، وانطلق عرضه قبل 4 أيام بمشاركة عدد كبير من الفنانين أبرزهم منى زكي وإياد نصار ونادين لبكي وجورج خباز وعادل كرم. نقابة المهن التمثيلية تعلن موقفها من منى زكي وفيلم أصحاب ولا عز. كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر حقيقة شطب الفنانة منى زكي من النقابة على خلفية الأزمة المشتعلة بسبب فيلم أصحاب ولا عز. وأكد زكي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر أنه لا يرى أي مسؤولية على الممثل في أداء دوره. ووجه نقيب المهن التمثيلية في مصر سؤالا إلى أصحاب الآراء التي رأت أنه يجب شطب منى زكي من النقابة: لماذا قم بشطبها ومنى ليست إلا ممثلا يؤدي دوره ببراعة؟ موضحا أن العقاب يعني أن ثمة جريمة وقعت من منى زكي وإياد نصار. عمرو أديب يدافع عن منى زكي وأحمد حلمي بعد أصحاب ولا عز. استنكر الإعلامي عمرو أديب الهجوم الذي تعرضت له الفنانة منى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي على خلفية أزمة فيلم أصحاب ولا عز. وقال أديب خلال برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر: ده أحمد حلمي ومنى زكي إزاي في 2 ساعة تتجردوا من إنسانية وتقطعوا في الناس كده، دول عندهم عيال. وأضاف: الغريب إنه في صمت ما يتقطعوا يترموا في الشارع، مش الناس دي أسعدوك وبسطوك وبنترمي في الشارع عند أول منحنى تاريخي، ده لسه نيوتن ده من 2 3 شهور. واختتم: تعرف يعني من أحمد حلمي ومنى زكي خلنا صبنا أنفسنا حكام، عندك مشكلة في الفيلم ادعو لمقاطعة الفيلم، إنما بتهين الرجل والست. شاهد مشهد منى زكي وهي تخلع ملابسها الداخلية يثير ضجة ويعرضها لانتقادات لاذعة. أثارت الفنانة المصرية منى زكي ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مشهد وصفه العديد بالجريء من فيلم أصحاب ولا عز الذي طرحته منصة نتفليكس مؤخرا. وتظهر منى زكي في أحد المشاهد وهي تخلع ملابسها الداخلية التحتية
وتضعها في حقيبتها قبل خروجها من المنزل للقاء أصدقائها، الأمر الذي عرضها للهجوم واسع من الجمهور وانتقدت اللاذعة، خاصة وأن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي، كما عبر البعض عن غضبهم مما قامت به من تلفظ بكلمة وصفها الجمهور بالإباحية، وتم اتهامها بالترويج للمثلية الجنسية، حيث قام زميلها بالفيلم الفنان اللبناني فؤاد يمين بتمثيل شخصية مثلي جنسيا يخفي الأمر عن أصدقائه. وفيلم أصحاب العزة أول فيلم عربي تنتجه نتفليكس من بطولة منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادي اللبكي وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة، في أول تجارب الإخراجية. وتدور أحداث أصحاب العزة حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمول على طاولة العشاء بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمة الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع. الفنانة الكبيرة عفاف شعيب تخرج عن صمتها وتعلق على دور منى زكي في أصحاب العزة. أصدرت نقابة المهن التمثيلية المصرية برئاسة النقيب أشرف زكي بيانا حول أزمة فيلم أصحاب العزة الذي قامت ببطولته النجمة المصرية منى زكي وثلة من النجوم وأثار جدلا كبيرا، وقالت: النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري أو النيل منه نتيجة لعمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه، وستقوم النقابة بدعم الفنانة منى زكي حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة، وتابعت: دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة وأن تدق ناقوس الخطر على ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا، ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنانو مصر بالتحديد. وهابت النقابة بالجميع بعدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض أو يختلف فيه، ودعم العديد من الفنانين الفنانة منى زكي بعد الأزمة المثارة بسبب فيلم أصحاب العزة منذ عرضه عبر منصة نتفليكس في 20 يناير الجارية، مع تصاعد حدة المنتقدين للفيلم إذ يرون أنه يروج للمثلية الجنسية والخروج عن قيم المجتمعات العربية، حتى وصلت مطالب المنتقدين إلى منعه. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سبب قبول منى زكي بهذا الفيلم؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا، وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.